بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى عرضنا الإخباري من قناة الشروق، نستهله بأبرز العناوين. وزارة الشؤون الدينية تعلق صلاة العيد في المساجد والساحات بالسودان بسبب كورونا. تجمع أسر شهداء حركة 28 من رمضان يتمسك بالقصاص. وزارة العدل وتجمع المهنيين يؤكدون الحاجة لإجازة قانون النقابات. أهلا بكم. أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعليق صلاة العيد بكل المساجد والساحات بجميع أنحاء البلاد حفاظا للنفس من الهلاك، منوهة إلى أن ذلك جاء استنادا إلى أهل الاختصاص. ووجهت الوزارة في بيان تلاه نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف اليوم جميع المسلمين بإقامة صلاة العيد بالمنازل، وناشد المشايخ والفقهاء والعلماء ورجال الدين بالدعاء في العيد لرفع البلاء. وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف دعت إلى عدم إقامة الصلوات في المساجد تفاديا للإصابة بفيروس كورونا. بحث وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر مانيس في الفاشر توسيع قدرات ولاية شمال دارفور ووقف وفد اتحادي برئاسة وزير رئاسة مجلس الوزراء عمر بشير مانيس على الأوضاع الصحية بشمال دارفور على ظاهرة ارتفاع نسبة الوفيات وسط كبار السن. وأعلن وزير رئاسة مجلس الوزراء عن اتفاق مع اليوناميد للاستمرار في نقل العينات عبر الطائرات إلى نيالا، وأكد الوزير دعم الحكومة في ولاية شمال دارفور للخروج من هذه الظروف الصعبة، وأشار تقرير إلى أن معظم الإصابات بفيروس كورونا وردت إلى ولاية الخرطوم. حكومة الولاية من وقت مبكر وإغلاق متابعة إغلاق والسيطرة على الحدود حتى لا يتسلل حالات الجائحة إلى الولاية، ووقفنا على التقارير التي أطلعونا بها أن معظم الإصابات جاءتهم من العاصمة، وهو أمر مؤسف للغاية. كذلك الولاية كانت سانحة طيبة أن بسطت لنا جهود المبذولة من في كافة قطاعات الحياة. هذا وعبر وزير رئاسة مجلس الوزراء عن أسفه للأعداد الكبيرة من الوفيات وسط كبار السن، ودعا مواطني الولاية للتعاون مع السلطات الصحية بالتبليغ عن أي حالة اشتباه، وحيا مانيس جهود الجيش الأبيض وتصديه للأوضاع الصحية، وترحم على شهداء حادث الحركة على طريق الفاشر نيالا أمس الذي أودى بحياة عشرات المواطنين. حرام أن يموت الناس في بيوتهم وفي صمت دون أن نعلم نحن والسلطات الولائية والسلطات الصحية بأن هناك مواطن يعاني من مرض، ويخشى الناس يقولوا له فضيحة، يقولوا له عيب. ما في عيب في مرض يا إخواننا، لا حرج في مرض إطلاقا، ما في أي حرج. إنسان لو أجرم في حرج، السارق في حرج، كل من يخالف القانون هذا حرج، لأنه يشذ عن السلوك السوي لكل المجتمعات. أما مرض أحل بالجسم يا أخواننا، إن أردتم وأنا واثق بأنكم حريصين جدا، كلكم صغير وكبير حريصين على مستقبل الأجيال الجاية لأهل الفاشر وأبناء دارفور. من جانبه أوضح والي شمال دارفور المكلف مالك الطيب خوجلي أنه أطلع الوفد على الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمية وجهود الولاية لاحتواء جائحة كورونا والتقصي في حالات الوفيات الغامضة وسط كبار السن، وكشف أن معظم الوفيات تمت في المنازل، وأشار إلى تكوين لجنة للتقصي حولها لمعرفة أسبابها. الغرض كان أصلا من الزيارة اللي هي للوقوف
على الموقف الصحي في ولاية شمال دارفور وما شهدته من ازدياد مضطرب في حالات الوفيات ظهرت في الأسبوع الأخير، وخاصة من أخنا في كبار السن. وحقيقة يعني هم يعني ديتنون دائما كل ما يعني حصل موقف يعرفوا الحاصل أول بأول. ونشكرهم على هذه الزيارة، وحقيقة يمكن تم تنويرهم وإيجازهم عن هذه الولاية بكل محاور مختلفة، سواء كان من مجال أمني وانسياب خدمات ومشاريع بنية تحتية ومشاريع كهرباء ومياه وكل احتياجات الولاية. دشنت منظمات المجتمع المدني بولاية غرب دارفور للتوعية بجائحة كورونا بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، وتهدف المبادرة إلى تحمل اسم التي تحمل اسم أصدقاء الأجيال إلى نشر الوعي الصحي وسط المجموعات ذات الصلة بحياة المواطنين في الأسواق ومحطات المياه والمخابز وبائعات الخضروات بمدينة الجنينة. وستعمم المبادرة على بقية المحليات للتوعية بجائحة كورونا وكيفية الوقاية من توزيع المعقمات والكمامات والصابون للمواطنين. وضع رئيس مبادرة أصدقاء الأجيال للتوعية بجائحة كورونا أيوب آدم حماد دعا المواطنين للالتزام بالإرشادات والتدابير الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة. المناطق المستهدفة بالنسبة لنا سوق الجمارك بالإضافة للصينية والسوق الكبير. المستهدفين عموما في هذه الحملة هم الأسواق ومجمعات المياه والأفران والجزارات وبائعات الخضار. احنا مستهدفين هذه المجموعة لقرض واحد، لانه هذه المجموعة هم مربوطين ارتباط كامل متكامل مع حياة الناس اليومية وكذا. في اخيرا نشكر اخواننا في الهجرة الدولية على الدعم السقي وكده، ونتمنى انه حيكون عندنا شغل اكبر في الفترات الجايه ان شاء الله. واحنا عندنا خطه متكامله حنشتغل كل محليات الولايه باذن الله. أعلن تجمع أسر شهداء حركة 28 من رمضان المجيد اللجنة القانونية رفضه الخوض في أي تفاصيل وتسويات قبل القصاص من القتلة والكشف عن رفات الشهداء. وأوضح التجمع في بيان صادر اليوم الجمعة أن اتجاه القيادة العامة للقوات المسلحة مؤخرا للاعتراف بحركة رمضان إعلان في الطريق الصحيح. ووضع أسر شهداء حركة 28 من رمضان عدة مطالب شملت الكشف عن قبور الشهداء وتسليم رفاتهم ودفنهم في جنازة عسكرية والتحقيق في الوقائع والملابسات المرتبطة بجريمة إعدام الشهداء ومحاكمة الذين خططوا أو شاركوا بأي شكل من الأشكال بالاشتراك أو المعاونة في تنفيذ الإعدامات وتحقيق القصاص وتسليم كل متعلقات الشهداء ووصاياهم التي قاموا بتسليمها قبل إعدامهم ورد الاعتبار للشهداء وذويهم وبناء نصب تذكاري يخلد ذكرهم. وحول هذا الموضوع معي عبر الهاتف من الخرطوم عميد ركن متقاعد عصام ميرغني شقيق طه الشهيد عصمت ميرغني. مرحبا بك أبو غسان مساء، وتمر الذكرى السنوية لشهداء 28 من رمضان، كيف ترون هذه الذكرى وتقيمونها خاصة وأنها قد تقادم عليها عدد من السنين؟ شكرا لكم على الاستضافة. تحية لقناة الشروق، هي لمشاهديكم الكرام، كل عام وانتم بخير. حقيقة يطول الحديث عن مذبحة أبريل رمضان 1990، ولكن يجب أن أؤكد لكم أن إعدام 28 ضابطا وعدد من ضباط الصف هي جريمة بشعة متكاملة الأبعاد، وهي قطعة مدكة جريمة سياسية وقعت في كل تاريخ السودان الحديث وطوال القرن العشرين. جريمة تقع تحت طائرة القانون الإنساني، تستوجب المسالمة القانونية ولن تسقط أبدا بالتقادم. نعم. في ذكرى 30 لاستشهاد الكوكبة الباسلة المناضلة من ضباط أبريل، نحمد الله على انتصار الشعب
السوداني في ثورة ديسمبر أبريل المجيدة، والحمد لله بداية مسيرة تحقيق العدالة. ما يهمنا هنا لقد شكل السيد النائب العام لجنة تحقيق جنائي في جريمة إعدام الضباط، ونحن كل أسر شهداء رمضان نتطلع لانتهاء تلك اللجنة من إجراءاتها وتقديم الجلاء للعدالة وتحقيق العداء عن الغصاص العادل. نعم أبو غسان، أيضا نتساءل يعني ما الجديد في ملف هذه القضية، والتي ربما كما عبرتم أنها وضعت في الطريق الصحيح ببعض التصريحات وبعض التطمينات التي جاءت لأسر شهداء أو أسر الشهداء لحركة 28 من رمضان؟ نعم حقيقة هنالك تقدم كبير في هذا الملف بعد ثورة أبريل المجيدة. من جانب القيادة العامة تم تشكيل لجنة تحقيق عسكرية، ولقد قامت بالإجراءات الأولى ومنها بداية رد الاختبار للشهداء، ومن ضمن القرارات طريقة ضباط الشهداء اختبارهم شهداء للقوات المسلحة وللوطن، وأيضا ترقيتهم إلى الرتبة الأعلى كما جرت العادة في حالة الشهداء، وأيضا بدأت محاولات سبر غوص هذه القضية التي ظلت ساكنة طوال 30 عاما. أما في جانب النائب العام فإن لجنة التحقيق الجنائي تقوم بجهد كبير في استقصاء الحقائق، ونأمل أن تكمل إجراءاتها وأن يقدم الجناة إلى المحاكمة العادلة. نعم، إذا ما تسألنا أيضا عن أبرز المطالب لأسر الشهداء، وبالتأكيد هي بعد التأمين عليها من جميع الأسر. نعم، جميع الأسر والتي ظلت تناضل 30 عاما، ويجب هنا أنا أشكر أسر وأحيي أسر شهداء رمضان. لقد ظلوا طوال 30 عاما في معاناة وقهر وإرهاب من أمن النظام، ولكنهم ظلوا صامدين يطالبون بنفس المطالب: الكشف عن قبور الشهداء، دفنهم في جنازة عسكرية وبناء نصب تذكاري لتخريج ذكراهم، محاكمة الجناء ورد الاعتبار للشهداء. لا بد من شكرهم وتقدير الصمود العظيم لأسر شهداء رمضان. وهنا يجدر أيضا أن أشكر قيادة القوات المسلحة لما غابت به أخيرا السيد القائد العام على تشكيل لجنة التحقيق، وعلى اختبار شهداء رمضان شهداء للقوات المسلحة والوطن. ولكن يجب أن أقول له إننا كأسر للشهداء نتطلع وننتظر الإجراءات في كشف المقبرة، إعادة الدفن والترحم، في الدفن عبر جنازة عسكرية وطنية، وبناء الرصب التذكاري لشهداء رمضان، نصب تذكاري مستحق لمناضلين ناضلوا واستشهدوا دفاعا عن الوطن ودفاعا عن الديمقراطية. نعم، أخيرا أبو غسان، يعني أيضا إن كانت هنالك رسالة في بريد الشعب السوداني الذي يتابع عن كثب هذا الملف، خاصة في ظل ثورة السلام والحرية والعدالة، وكذلك أسر الشهداء الذين أيضا يتابعون هذا الملف بشوق كبير حتى يصل إلى نهايته وتنجز العدالة. نعم، إذا كانت هنالك رسالة فإنني أقول يجر أن نشير إلى أن ذكرى الشهداء رمضان أبريل تأتي متزامنة مع ذكرى شهداء أبريل المجيدة، مع فض الاعتصام، مع شهداء المتاريس. ولقد كانت ثورة أبريل ديسمبر أبريل المجيدة ثورة تحدث عنها كل العالم. خطابي للشعب السوداني لنتمسك جيدا بشعار الثورة: حرية، سلام، وعدالة. ويجب أن نتوافق تماما خلف قوى الحرية والتغيير التي غادت هذه الثورة المجيدة حتى نعبر الفترة الانتقالية بسلام، وحتى يبدأ السودان في التعافي، ونتطلع لسودان ديمقراطي يسعى للجميع. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة العميد ركن متقاعد عصام ميرغني طه أبو غسان شقيق الشهيد عصمت ميرغني طه، عن حدثتنا عبر الهاتف من الخرطوم، شكرا جزيلا لك.
توقع المتحدث باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان أن تعيين حكام الولايات وتكوين المجلس التشريعي سيتم عقب عطلة عيد الفطر المبارك. وأشار عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان إلى وجود مقترح بتعيين أمناء عامين في الولايات لإدارة الحكم فيها إلى حين تعيين الحكام، لكن بعد آخر اجتماع لشركاء الحكم أسقط المقترح لصالح الإسراع في تسمية حكام الولايات. أعلنت وكيل وزارة العدل سهام عثمان أنهم بصدد الاتصال بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بهدف تذليل العقبات أمام إجازة قانون النقابات. وأقر الاجتماع الذي عقد برئاسة وكيل وزارة العدل ضرورة إجازة قانون النقابات على وجه السرعة باعتباره أحد مطلوبات الثورة ومدخل رئيسي للتحول الديمقراطي. وشارك في الاجتماع ممثلون عن سكرتارية تجمع المهنيين ومكتب نقابات تجمع المهنيين ولجنة نقابة قوى إعلان الحرية والتغيير. واقترح الاجتماع تكوين لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجميع الجهات ذات الصلة للدفع بالقانون إلى الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء في أقرب وقت ممكن. أكد الأمين العام للمؤتمر السوداني خالد عمر يوسف أن حل الصراعات القبلية التي تشهدها البلاد يتطلب في المقام الأول معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم دون تهاون، إضافة إلى إحداث إصلاحات جذرية داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية بما يحفظ قوميتها ومهنيتها. وحول أسباب النزاعات القبلية التي شهدتها البلاد، قال الأمين العام للمؤتمر السوداني إن هناك أسباب عديدة لتلك الصراعات، منها سياسة وسياسية وأمنية واجتماعية. واتهم جهات تنتمي لنظام البشير تعمل على زعزعة الأوضاع بجانب أسباب أمنية تعود للمشاكل الموجودة أصلا داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، مما يجعلها طرفا في هذه الصراعات في كثير من الأحيان بجانب أسباب اجتماعية تعود لبعض العادات والتقاليد لتلك القبائل. عرضنا الإخباري متواصل معكم وفيه عقب الفاصل. مزارعون بمحلية أبو حمد يناشدون الحكومة بالتدخل لإنقاذ الزراعة. أهلا بكم وإلى جولة عالمية، حيث قالت الأمم المتحدة اليوم الجمعة إنه من المعتقد أن فيروس كورونا ينتشر في أنحاء اليمن حيث انهار نظام الرعاية الصحية بها فعليا. وأضافت الأمم المتحدة أنها تسعى لجمع تمويل عاجل. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف إن منظمات الإغاثة في اليمن تعمل على أساس أن هناك تفشيا محليا في أنحاء البلد المختلفة لفيروس كورونا. وأشار المسؤول الأممي إلى أن موظفي الإغاثة قالوا إنهم يضطرون لرفض المساعدة للناس لأنهم لا يملكون ما يكفي من الأكسجين الطبي أو إمدادات كافية من معدات الوقاية الشخصية. قال مسؤولون في السعودية والإمارات اليوم الجمعة إن المساجد ستظل مغلقة ولن تقام بها صلاة عيد الفطر المبارك، ودعوا السكان إلى الالتزام بتعليمات السلامة لتجنب انتشار فيروس كورونا. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الشيخ عبد الباري الثبيتي إمام وخطيب المسجد النبوي قوله خلال خطبة الصلاة في يوم الجمعة إن المسلمين سيؤدون صلاة عيد الفطر في المنازل بسبب جائحة كورونا. وفي الإمارات قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر إن المساجد ستظل مغلقة، وأورد مجموعة من العادات المرتبطة بالعيد والتي ينبغي الابتعاد عنها، وتشمل تبادل الزيارات العائلية ومنح الأطفال هدايا ونقود. أعلنت شرطة طهران طيران الإمارات عزمها تشغيل أسطولها الكامل بما في ذلك A380 العملاقة بحلول صيف 2022. ونعى رئيس طيران الإمارات تيم كلارك تكهنات بأن تخرج طيران الإمارات بشكل مؤقت جزءا كبيرا من أسطولها الذي يضم 115 من طائرات A
380 من الخدمة. وتواجه شركات الطيران العملاقة في العالم أزمة مالية بسبب تفشي جائحة كورونا التي ألقت بأعباء مالية إضافية على شركات الطيران. قالت هيئة الطيران المدني الباكستاني إن طائرة باكستانية تحطمت اليوم الجمعة في منطقة سكنية في كراتشي وعلى متنها 91 راكب وأفراد طاقمها البالغ عددهم 8 أفراد. سجل نصر على موقع المراقبة life@cnet أن قائد الطائرة طائرة الخطوط الدولية الباكستانية المنكوبة أرسل إشارة إغاثة وأبلغ برج المراقبة بأن محركي الطائرة تعطل في ثاني محاولة للهبوط. وبعد أن ألغت الطائرة فيما يبدو محاولة هبوط في وقت سابق ودارت حل المطار للهبوط مرة أخرى ولم ترد اتصالات أخرى من الطائرة وهي من طراز إيرباص 320. أشار محللون إلى أن ظهور زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على الملأ كان أقل بوضوح من المعتاد خلال شهري مايو وإبريل، وقد مرت 3 أسابيع دون أن تتحدث وسائل الإعلام الرسمية عن حضوره أي مناسبة عامة. ويأتي هذا مع فرض كوريا الشمالية إجراءات لمكافحة فيروس كورونا على الرغم من أنها تقول أنها لم تسجل أي حالات إصابة مؤكدة، وعقب تكهنات واسعة بشأن صحته في الشهر الماضي بعدما تغيب عن ذكرى سنوية مهمة. وظهر كيم علنا 4 مرات فحسب في إبريل ومايو أيار مقارنة مع 27 مرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. قال صلاح خاشقجي ابن الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي اليوم الجمعة إنه وإخوته قد عفوا عن قتلة أبيهم. وقال صلاح في تغريدة على تويتر إنهم في هذه الليلة المفضلة ومن الشهر الفضيل يسترجعون قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولذلك يعلنون العفو عن من قتل والدهم لوجه الله تعالى، ولكنهم رجاء واحتسابا للأجر عند الله عز وجل. وشهد خاشقجي للمرة الأخيرة عند القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر حيث ذهب إلى هناك لتسلم أوراق لازمة لزواجه ولم يعثر على أثر، وحكمت المحكمة في السعودية بإعدام 5 أشخاص وسجن 3 آخرين في القنصلية في ذات القضية في ديسمبر الماضي. اقتصاديا، شكى مزارعون بمحلية أبو حمد بولاية نهر النيل من انعدام الوقود المخصص للمشاريع الزراعية مما ينذر بفقدان مساحات كبيرة من البساتين والعلف. وتعتمد الزراعة في محلية أبو حمد بشكل أساسي على الجازولين في ظل عدم توصيل الكهرباء إلى أغلب مناطق المحلية. وقال مزارعون للشروق إنهم لم يتسلموا سوى جالون فقط للفدان منذ إبريل الماضي، وأشاروا إلى تراجع حصة المشاريع الزراعية من الجازولين بشكل كبير منذ بداية العام الحالي، وناشدوا السلطات المختصة بالتدخل لإنقاذ النشاط الزراعي في ظل أزمة الوقود التي تحاصر هذا القطاع. ناقش اجتماع ضم مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة والسيد علي محمد عباس مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء الاستعدادات المشتركة للبدء قريبا في تنفيذ المسح الصناعي الشامل والذي يلعب دورا كبيرا في رسم الخارطة الصناعية للبلاد وتوفير مؤشرات وإحصاءات دقيقة للقطاع الصناعي. وأمن الاجتماع الذي انعقد بالجهاز المركزي للإحصاء على ضرورة الاستفادة من برنامج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي المشترك بين الوزارة والسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا، مما يذكر أن آخر مسح صناعي شامل تم في السودان كان في عام 2003. تفقد وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية المكلف بالنيل الأزرق سير العمل بمشروع محجر الدمازين البيطري ووصفه بأنه يمثل نقلة اقتصادية للولاية في مجال الثروة الحيوانية بعد توفير المناخ الملائم من تقنين للمسارات وتوفير مياه الشرب والعيادات البيطرية. وأوضح مدير الإدارة العامة للثروة الحيوانية أن المحجر عند اكتماله العام القادم سيعمل بسعة 500 ألف راس في العام،
وينقصه فقط توفير معدات التخزين ومن ثم التصدير للأسواق المحلية والعالمية. اكتمال المرحلة الأولى لمحجر ولاية النيل الأزرق يعني فتح آفاق استثمارية في مجال الثروة الحيوانية بالولاية. الولاية طبعا فيها عدد الحيوانات، فيها قرابة 20 مليون راس من البهائم، ونحن يعني الزيادة اللي حيتكفل المحجر هي حوالي 500,000 راس، وانا خلي دي لو ضربنا 2% في 20% هي بتكون عندنا فعلا احنا الكمية متاحة سنويا على اساس انها تكون كمية بتاع الصادر من الحيوانات الكبيرة والضان والماعز ان شاء الله. ده يعني نحن لو ضربنا 500,000 جنيه ده بيدر للخزينة العامة أو الولاية حوالي 10 مليار سنويا. المحجر الذي روعي في تصميمه مواصفات الصادر واستيعاب كميات مهولة من الثروة الحيوانية يتوقع يكون جاهزا في الربع الأول من العام القادم. فترة إنجاز المشروع تقريبا 9 شهور. محجر مكتمل كامل، حظائر أبقار، حظائر ضان، حظائر مبنى إداري، محطة مياه، طرق داخلية، إن شاء الله ربنا يوفق ويكون التمويل متوفر والناس تمشي لقدام. كل المواد الآن متوفرة موجودة الآن في الموقع. الاهتمام بالثروة الحيوانية والزراعة أولوية تؤسس لاقتصاد متوازن يحقق الوفرة محليا ويستقطب المستثمرين. قيام هذا المحجر يكون عملنا مشروع تنموي مهم جدا لهذه الولاية، يعني ويكون ساهمنا في 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 رفع مقدرات المنتجين الثروة الحيوانية وفي رفع مقدراتهم المالية والمعرفية. يعني عشان كده المحجر ده بنفتكره له دور كبير، يعني بالإضافة لإحنا انتهينا المسارات وانتهينا من فتح الطرق. أيضا عندنا مطار في الدمازين، مطار يعني مهيأ، وده برضو بيساعد للتصدير. خطوات التغيير قيل إنها تبدأ بهكذا مجهودات، اكتمالها يقود لمرحلة أخرى للبناء. عامر عمر عبد الله، الشروق، ولاية النيل الأزرق، الدمازين. في أخبار الرياضة، قالت لجنة سحب الثقة من مجلس المريخ إنها لم تتخذ أي خطوة بشأن مقابلة رئيس اتحاد كرة القدم السوداني كمال شداد، موضحة أنها ما زالت تواصل عملها حتى اليوم في جمع التوقيعات. وأوضحت اللجنة في تعميم صحفيين اليوم الجمعة أنها على علم بكافة الخطوات القانونية لتسليم المذكرة، وأعلنت اللجنة أن خطوة سحب الثقة من مجلس المريخ قانونية وحق شرعي مكفول وفقا للقانون. وأكدت اللجنة أن الخطوة التي تتم حاليا قانونية بنسبة 100% وحق شرعي كفله القانون. ختاما لعرضنا المسائي من قناة الشروق، هذا تذكير بالعناوين. وزارة الشؤون الدينية تعلق صلاة العيد في المساجد والساحات بالسودان بسبب كورونا. تجمع أسر شهداء حركة 28 من رمضان يتمسك بالقصاص. وزارة العدل وتجمع المهنيين يؤكدون الحاجة لإجازة قانون النقابات. انتهى عرض المساء الإخباري، أشكر لكم المتابعة، تحياتي وفريق العمل، خليك في البيت.